أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي، يليه منتخب فرنسا، بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وتقدم منتخب البرازيل مركزا واحدا يصبح الرابع عالميا. وشهد التصنيف الشهري للمنتخبات تقدم منتخب مصر إلى المركز 36 عالميا وثالث أفريقيا، بينما تقدم منتخب المغرب إلى المركز 12 عالميا والأول أفريقيا. أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. هذا وقررت الرابطة تغريم نادي الزمالك 50,000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير خلال مواجهة المصري البورسعيدي. كما تم توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 25,000 جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة. كما قررت الرابطة تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني لنادي الزمالك إلى لجنة الانضباط. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه اليوم دون راحة على ملعب التتش بمقر نادي بالجزيرة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية غدا الجمعة في 7 مساء على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 12 من الدوري الممتاز. حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء الفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 10-6 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم التي تستضيفها مالطا وتستمر حتى 25 يونيو الجاري. بهذه النتيجة حل المنتخب المصري في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر منتخب مونتينيغرو، حيث فاز المنتخب في الجولة الأولى على سلوفينيا بنتيجة 17-15، بينما خسر من مونتينيغرو في الجولة الثانية بنتيجة 12-4. لذلك يتأهل المنتخب المصري إلى الدور 16 من بطولة العالم لكرة الماء. تعادل منتخبا صربيا وسلوفينيا بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا 2024 المقامة بألمانيا. جاء هدف منتخب سلوفينيا عن طريق زان كانيكان في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أحرز لوكايوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب سلوفينيا لنقطتين في المركز الثاني مؤقتا، بينما يحل منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. حسم التعادل الإيجابي أيضا مباراة منتخب الدنمارك ضد إنجلترا التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية. وتقدم منتخب إنجلترا بهدف عن طريق هاري كين في الدقيقة 18، وتعادل مورتن هيولمان في الدقيقة 34 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. يلتقي منتخب إسبانيا ضد إيطاليا بعد قليل في تمام 10، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية. يخوض منتخبا إسبانيا وإيطاليا مباراة الليلة باحثين عن النقاط 3 لضمان صدارة ترتيب المجموعة الثانية، خاصة أن كليهما يمتلك انتصارا في رصيده من الجولة الأولى.